شكلك خبير صرت بهذه الأمور. كل يوم على زوم، أنا إلي 4 أيام على زوم. أوكي جاهزين؟ يلا أوكي. أهلا وسهلا فيكم جميعا في اليوم الثقافي الأول من معرض الافتراضي، كتب الافتراضي لجبل عمان ناشرون في نسخته الثانية بالتعاون مع دور نشر محلية مميزة وعلى رأسها دار السلوى طبعا للدراسات والنشر. أنا اليوم معكم يزن مصاروي، كاتب ومتخصص في كل ما يعنى بالأطفال من قصة تعليم تفاعلي، وبعمل وبشتغل مع مؤسسات ومراكز تعنى بتمكين الأطفال والشباب من خلال الأدب والفن. سعيد جدا اليوم إنه نستضيف ضيفة مميزة بالنسبة إلي وبالنسبة لكثير من الأشخاص اللي مطلعين على أدب الأطفال. ضيفتنا هي أم، جدة، كاتبة وصاحبة دار نشر، رائدة من رواد أدب الأطفال الحديث في الأردن. صدر أول قصة لها في العام 1978 صفوان البهلوان. درست في الجامعة الأمريكية في بيروت لغة إنجليزية وتخصصت في التربية وعلم النفس. لها الكثير من الإصدارات التي ترجمت للغات مختلفة، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، السويدية، التركية، والعديد العديد من اللغات المختلفة. حاصلة على العديد من الجوائز العالمية، وآخر جائزة حصلت عليها في جائزة اتصالات عن فئة كتاب العام لليافعين عن كتاب لمن هذه الدمية. إذا نسيت إشي ضيفتنا راح تعرف أكثر أو تحكي أكثر، إذا في إشي حابة هي تحكيه رحبوا معي بالسيدة والكاتبة تغريد النجار. مساء الخير. النور يا زين هلين، شكرا. العفو، ما راح شيء، يعني كل شيء قلته. كل شيء حكيته. ست تغريد، اسمحي لي بس أنوه للحضور الكريم إنه كتب دار السلوى راح تكون موجودة من ضمن المعرض الافتراضي اللي هو على www.virtualjap.com، وفي كمان خصومات على كل الكتب المعروضة، فأي حدا حابب يهدي أطفاله أصحابه كتب خاصة في هالفترة من هالسنة فهاي فرصتكم. أكيد رح يكون في كتب جدا مميزة، والويب سايت هيو موجود بالشات. كمان في إمكانكم تضعوا أسئلتكم وتشاركوا بأسئلتكم على الكيو أند إي، كل الأسئلة رح نحاول نجاوب عليها قدر الإمكان بآخر 10 دقائق. موضوعنا لليوم موضوع شاغل كل الأهالي وكل الأشخاص اللي سواء معلمين، مقدمين رعاية، وزي كأنه صار السؤال اللي العادي، يعني أي مكان ككتاب وكأشخاص منقدم أنشطة للأطفال دائما بنسأله ودائما بننسأله، ولهلا ما قدرنا نلاقي العصاية السحرية كيف نحل هالمعضلة الكبيرة، ومش قادرين نلاقي حل. كيف ممكن نخلي أطفالنا يقرأوا؟ كيف ممكن نخلي أطفالنا يتمتعوا بالكتاب ويقتنوا الكتاب؟ بس ست تغريد، أنا عندي سؤال في البداية حشري هيك شوي. بما إنه حضرتك أم وجدة، حابب أعرف تغريد النجار الأم قبل أن تصبح كاتبة، كيف كان شكل الجو الثقافي في البيت مع أطفالها؟ هل كانت هي تقدم لهم كتب، تقرأ لهم كتب؟ هل كان أطفالها يحبوا الكتب؟ كيف كان شكل الكتاب وحالة الكتاب مع عائلتك؟ سؤال حلو يزن. بصراحة أنا طبعا لما كان أولادي صغار كان الكتاب جزء يعني من حياتنا اليومية،
مكتبة كبيرة لعندهم، والسبب اللي ساعد يكون عندنا مكتبة كبيرة كانت أختي بأمريكا كل كم شهر تروح على المكتبات هناك عندهم، بيعملوا زي بارجن سيل، بيبيعوا الكتب، فتبعت لنا صندوق كامل من الكتب كل كم شهر، فدائما كان عندنا كتب متوفرة، لأنه يعني الأولاد يقروها، البنات يقروها أو نقرأ لهم إياها. وكان عندنا طبعا روتين يومي اللي هو أنا عادة بنصح الأهالي إنه يعملوا يقرأوا مع أطفالهم، فأنا كنت أعمل هذا الإشي الحمد لله. طب كيف كان تجاوبهم؟ هل كان مثلا في عندهم كتاب يحكوا لك احنا مش حابين هاي القصة مثلا، او مثلا مين كان يختار يقرر مين يقرأ هاي القصة اليوم؟ طبعا هم عادة بكون عندهم قصص مفضلة اللي بيطلبوها، وبعمر لما بنحكي عن الأطفال بنحكي عنهم بأعمار مختلفة صحيح. وحاجاتهم وتفاعلهم مع الكتاب بيختلف من عمر لعمر، فهم صغار مرات بحبوا كتاب واحد يعني بجننوا الأهل لأنهم بضلهم يطلبوا إنه ينعاد هذا الكتاب لأنه بحبوه، كل ليلة الكتاب هذا يمكن يقعد أسبوع أسبوعين بدهم نفس الكتاب ينقرأ لهم، لأنه كل قراءة زي كأنه بحبوا الإشي اللي هم عارفينه وبرتاحوا فيه، وبكون في إشي اللي هو بخليهم بده يعني كل قراءة بقدروا يشوفوا إشي زيادة فيه. ففي أكيد كل الأمهات والآباء اللي عم هلأ بيتابعونا بيعرفوا مع أولادهم إنه مرات بعلقوا على قصة معينة، وفي مرات طبعا تيجي تقرأ لهم قصة بيعتمد على ممكن يقول لك لا ما عجبتنا هاي القصة، فطبعا المفروض إنه إحنا نتفاعل مع الأطفال، إذا ما عجبتهم القصة ما نحفظها عليهم، ويمكن مش مناسبة، يمكن تكون أعلى مستواهم اللغوي، أعلى مستواهم، أو هو موضوع ما بهمهم أبدا. فلو بدنا نروح لموضوع إنه ليش أولادنا ما بيقروا، بقدر أقول أنا بصراحة إنه الموضوع هو مشاركة الناس اللي مش مشتركين في قراءة الأطفال الكتب، ناس كتير عندك يعني ما بقدر أقول الحق على الأهل بيقروش أو الحق على النشر ما فيش كتب، هو الكاتب له دور يعني الكتاب الموجودين لازم يقدموا كتب ممتعة ومثيرة وبحبوها الأطفال، هذا واحد. دور النشر لازم يختاروا هذه الكتب علشان يقدموها، ويقدموها بالشكل اللائق يعني يكون أحسن رسومات أحسن تكون بشكل حلو، هذا بخلي الأطفال يقدموا على القراءة أكثر أو يشوفوها، لأنه مرات كثير الصور هي بتجذبهم كمان، صحيح. إلها نفس بمرحلة معينة بتكون إلها نفس أهمية النص اللي بقدم للأطفال. فعندك هدول عندنا مسؤولية إحنا ككتاب وناشرين نقدم الكتب، والأهل عندهم مسؤولية، المسؤولية هي إنه ياخذوا موضوع القراءة مش كإشي إضافي أو كإشي للمدرسة، ولكن يكون جزء من حياتهم اليومية. أنت سألتني عن بناتي وعن أحفادي، خليني أقول لك مثلا هم صغار كتير أشهر، مش يعني بنتي كانت بريجنت فيهم أو شيء، بس من عمرهم أشهر وبتقرأ لهم الكتب، هلأ بكون عمره شهرين وقاعد، لأني صرت أنا أراقب هذا الموضوع غير لما كنت أنا اللي أقرأ، فلما أطلع على طفل اللي هو حفيدي بحضن أمه أو أبوه وعم يقرأ له قصة وعم بشوف واحد عمره شهرين بس إنه قاعد في إشي عماله بسمعه، يعني بتقدر تقرأ له طبعا أنت أي شيء هو ما رح يفهم الموضوع، صحيح، لكن هو بيستمتع بإنه يسمع صوت الأم أو الأب، فيها نوع من الموسيقى وفيها إشي بتخليه يرتاح، وأهم من كل هذا هي العبطة، الواحد الأم أو الأب عبطين الولد، فهذا من الصغر يعني من عمره أشهر بصير موضوع القصة هو التقارب مع الأهل، هو وقت ممتع وبضل مستمر لأنه خلص صار عادة، فبصير الطفل حتى الطفل اللي بغلب ليروح على التخت هذا جزء من الروتين تبعه، يعني في شغلتين القراءة، ممكن باخذ الحمام بتعشى باخذ الحمام بكل رواق وهدوء بسمع قصة وبعدين بنام،
فهذه بتشجعه على إنه يحب الكتب ويستمر في القراءة. هل بتشوفي انه ارتباط الطفل انه الكتاب مع وقت النوم، هل هو مرات ممكن يكون بنفر الطفل من الكتاب؟ يعني مرات الاطفال بكونوا بتمردوا على ساعة النوم، فهل من المعقول انه يكون الكتاب مربوط عندهم بهاي الجزئية اللي ما بيحبوها بيومهم، انه انا ما بحب انام؟ هل ممكن هاي تكون سبب انه مرات انه الاطفال ما بيحبوا الكتاب أو ما بيحبوا القصة بشكل لا، عام؟ ما أظن هي هاي النقطة، هي إذا طريقة معرض الكتاب. مش هلأ كنت أوصل لك، أنا حكيت لك على واجب الكاتب والناشر أها وبعدين رحنا لموضوع تاني. كنت بدي أكمل أها لك هلأ دور الأهل. الأهل قلنا إنهم يعودوهم من هم الصغار. بعدين في إشي كتير مهم مهم، إنه إحنا لما بدنا نقرأ للأطفال نختار الوقت المناسب. أنا أعطيت وقت النوم، بس مش بالضرورة بس هذا هو الوقت. يعني بعمر تمام معين ممكن يكون وقت النوم، ممكن يكون عكس اللي أنت عم بتقوله يساعد على إنه يخلي وقت النوم أقل مشاكل، وممكن يكون بأي وقت تاني بعد الظهر، وقت تعبان اللي جاي من الحضانة من الروضة بده يقعد، يعني بأي وقت ممكن. ولكن في إشي كتير مهم هو عدا على إنه اختيار الكتاب المناسب للطفل هون وبالمناسبة. السؤال مهم بصراحة، كيف نختار الكتاب المناسب؟ أو مين اللي يختار؟ هل الأهل اللي يختاروا ولا المدرسة ولا الطفل، لحتى الطفل يكون متشجع ومتحمس إنه بده يقرأ؟ عمر، ما هو هون أعمار، إحنا عم نحكي على الأعمار. هلا أنا عم بحكي تقريبا على الأعمار الصغيرة، وممكن بعدين نتطرق للأعمار الأكبر. بس تمام الأعمار الصغيرة طبعا الأم اللي أو الأب اللي لازم إن هم اللي يختاروا الكتاب المناسب. كيف بختاروا؟ أولا بختاروا لأنه يمكن في موضوع بهمه لهذا الطفل أو لهذه الطفلة. يمكن هاي الطفلة بتحب الديناصورات أها فبختاروا لها كتاب عن الديناصورات. يمكن هاي الطفلة بتحب السيارات. صحيح القوالب اللي احنا عايشين فيها انه الاطفال الذكور بيحبوا السيارات وبيحبوا الديناصورات ممكن تكون هي بتحب، بديش اقول لك موضوع ثاني، ممكن هي تكون بتحب السيارات، فاذا اهلها بيجيبوا لها كتب عنها عن السيارات. الكتاب لازم كمان يكون في شخصيات ممتعة او قريبة من الطفل اللي أها يتناهى معها. يعني فعشان هيك من كتير من الضروري قبل ما ينشر الكتاب انه الاهل يقروا الكتاب او يقروا النبذه اللي موجوده عليه بالخلف، ويعرفوا هم بيعرفوا اولادهم وبناتهم، وبيعرفوا اذا هذا الكتاب رح يجذبهم ولا لا. وبعدين اهم من هذا كله انه لما بيقروا الكتاب لازم هم يحبوه. يعني أوكي اذا هم لقوه بزهق ما يشتروا، لانهم اولا مش رح يعجبهم انه يقروا صحيح لاولادهم، ثانيا شعورهم بالزهق رح ينتقل للأولاد. صحيح فالكتاب المناسب كتير مهم إنه يكون. في ناس بيسألوني بيقولوا لي طيب إذا ابننا مثلا بحب الديناصورات أو أي موضوع تاني، البراكين، الأشياء علمية أو إشي، وإحنا بدنا نعرفه على إشي تاني. فهو ومرات الأولاد زي ما بحكي كيف بحبوا كتاب واحد، بحبوا نوع واحد من القصص. ممكن انه احنا ولكن بطريقه ذكيه الموضوع اللي احنا حابين انه نجيبه، كل مده ومده بنجيب موضوع جديد وبنحاول انه نثير اهتمامه بهذا الموضوع الجديد، ولكن بدون ما نفرض عليه نقول هذا مفيد لك تعال بدي اقرا لك اياه. او بتذكر مرة كنت في معرض الكتاب وكنت بدي أقرأ قصة للأطفال، ففي أم كانت هي وطفلها وأصرت إلا تخليه يجي يسمع القصة، فالطفل كان رافض تماما ما بده، إلا لما حكيت له ما تخاف أنا اللي راح أقرأ القصة أنت راح تكون مستمع. فوقتها الطفل تحمس، إجا سمع القصة، انبسط واشترى كتب، يعني اشترى كتاب الأطفال. فيومها حسيت إنه الطفل عليه ثقل من المدرسة، يعني هو كرهان الكتاب بسبب الثقل اللي محطوط عليه من المدرسة. فهون خطر على بالي سؤال،
ممكن المدرسة يكون لها دور لما تفرض نمط معين من الكتب على الأطفال، ممكن هذا تكون سبب من الأسباب إنها تكون منفرة للأطفال، إنه إحنا ما بنحب ممكن الكتاب. إذا أي إشي مفروض عليك زي ما قلت ممكن الولد ينفر منه، تنين ما يكون ما كنتش مستعد هو تماما. فكتير مهم استعداد الطفل، وذكرتني بموضوع كتير مهم اللي هو لو طلعنا هلا مرحلة أعلى، صار الطفل أو الطفلة بالصف الأول والثاني ابتدائي بده يقرأوا، أها. فأول قراءتهم بتكون باللغة العربية الفصحى بتكون بطيئة، عمالة بتهجى تقريبا الكلمات، يعني موضوع صعب شوي. احيانا في بعض الاهالي بقرروا انه خليه يتمرن، مش رح اقرا له، انا رح اوقف عن قراءه القصص لطفلي وخليه هو يقرا عشان يتمرن. وطبعا هذا خلص راحت المتعه، هلا احنا عم نحكي على القراءه من اجل المتعه، صار درس، رجعنا للدرس اللي انت عم تحكي عنه. صحيح. فكيف يصير؟ فبسالوني كيف يعني، ما هو بدنا نخليه يتمرن على القراءه. أنا بتذكر مع بناتي كنت أعمل إنه نبدأ بالقصة، أولاً القصص اللي بتكون قرأت أكثر من مرة بيكونوا هم تقريباً حافظين شو بده يجي بعدين، وفي عندك قصص فيها نوع من الترداد في الجمل اللي صحيح. بتساعدهم إنه أو يحفظوا. موسيقى يعني بتكون موسيقى، فيها صح. نوع من الرايم مثلا، إيه، القافية. فهو هذا بتصير سهل عليه، ممكن اللي عم بقرأ له الأم أو الأب يقرأوا له سطر هو يكمل السطر الثاني، ويبدأوا صحيح. بالقصص المألوفة لإله أو لإلها. وهذا بعطيهم شعور كتير بالنجاح. إحنا عملية القراءة وعملية حب الكتاب بدها تكون عملية حلوة، ما بده يكون إنه زي الدرس، يلا اقرأ دقر، بتزهق الأم وهو بيزهق من القراءة. والموضوع بصير عكسي تماما، احنا اخذنا كتاب من المدرسة علشان نقرأه وصار هلا قصاص علينا. مش اشي حلو. تذكرت في وحدة من مقابلاتك زمان، هذا الحكي قبل ما أنا أبلش أكتب، كانت عم بسألوكي على التلفزيون، المذيعة بتسألك شو رأيك بالكتب، هل الكتب لازم تعلم أو تعليمية؟ وقتيها حكيتي لهم الكتاب بالدرجة الأولى هو للمتعة وللأدب وللمتعة، والتعليم بيجي لبعدين. ف ظلت هاي الجملة براسي، فكل مرة صرت هلا بكتب كتاب بفكر إنه بالطفل كيف بده يستمتع بالكتاب، ومش بالضرورة إنه أنا أحط درس بالكتاب، خليه هو يتعلم إيش ما بده. هل ضروري إنه دائما القصة هي قصة تعليمية؟ يعني هل الأهل لازم يروحوا يختاروا الطفل ضعيف مثلا، خلينا نحكي بالعلوم، فأروح أدور له على مادة علمية داخل القصة؟ يعني هل هو إشي ضروري جدا في القصص؟ وكناشرة كمان، صاحبة دار نشر، هل تختار الكتب اللي فيها دائما رسالة أو مسج أخلاقية أو مسج تعليمية، ولا مش بالضرورة؟ لا مش بالضرورة، لأنه هو دائما بحكي نفس الشغلة لما بيسألوني هذا السؤال، إنه الإنسان أنت عندك مبادئ وعندك بتعرف إيش الأشياء اللي بتآمن فيها، وهي دائما تنعكس بكتاباتك حتى لو أنت مش قاصد. إحنا بنحكي على الكتب المباشرة للواحد بيصير بده يعلم الطفل غصب عنه، فالطفل بحس من أول ما قرأ القصة إنه هذا درس، بطل قصة، يعني هو صحيح. ذكي دغري بيميز انه في حدا عم بجرب يضحك عليه بده يعلمه شغله. بينما اذا كانت قصه ممتعه وإشي لو فكرت فيها شوي بتلاقي انه فيها مفاهيم وفيها اشياء بتعلم وفيها اشياء تربويه، ولكن اجت كلياتها بسياق القصه، يعني القصه هي المهمه، هي اللي اخذت المرحله، يعني الاهميه الاولى من ناحيه الابداع، من ناحيه الخيال، من ناحيه، وهذا اللي بخلق الفرق بين الأدب والنص التعليمي. النص التعليمي هو بده يعلم شغلة معينة وبحاول يعني بيخدع بأنه يحطها بشكل قصة، فهذا إحنا بنبتعد كناشرين كمان بنبتعد عنه تماما، وبنفتش على الإبداع، على فكرة جديدة، يعني حتى من ناحية الأفكار ما في أفكار جديدة، كل الأفكار موجودة، ولكن في طريقة التعبير عنها بطريقة جديدة، في إلها مدخل بطريقة جديدة.
فهذا اللي احنا بنطلع عليه اللي هو يكون بهاي الطريقة. هل بتنصحي الأهل اللي بيشتروا كتب أو اللي بيقتنوا كتب لأطفالهم يبتعدوا عن هذا النمط من الكتب حتى الأطفال ممكن يتحمسوا للكتاب؟ ممكن؟ صحهم، لأنه هم بدهم يلاقوا إشي ممتع للأطفال. كثير مرات بالمعارض بيجينا ناس بيسألنا طب إيش بتعلم هاي القصة؟ مسخرين بتعرف عن إيش؟ إيش بتعلم هاي القصة؟ إيش الهدف من وراء هذه القصة؟ فيها هدف، خلي الطفل نفسه يكتشفه، ما تفتش عليه أنت. هو في أهداف وفيها أفكار وفيها مبادئ، لأنه الكاتب اللي كتبها عنده هاي المبادئ. ولكن والطفل ذكي بيقدر إنه هو يستوعب وهو يعطيك إياها بطريقة تانية، وتكون هذا إضافة على أحلى الموضوع. برأيك وبنصح الأهالي إنه سوري يفتشوا على الأشياء الممتعة، على الأدب مش على صح على الأدب، الأدب والمتعة، لأنه يعني مرات لما نشوف الأطفال يعني عادي بالنسبة له ما يكونش في كتاب بالحياة، يعني لو تندثر وتختفي الكتب من الدنيا بالنسبة له بهذا الوقت جدا عادي، بس ينفصل الإنترنت ولا يخرب اللابتوب ولا إلى آخره بالنسبة له كارثة. يعني ما بسأل إذا إجا كتاب، بس بسأل إيش صار بالاشتراك تبع الإنترنت، ما بسأل هل في كتاب جديد في الحياة، بس صار يسأل إذا في برامج وتكنولوجيا وتطبيقات جديدة صار يدوروا عليها، فصار طيب يا زلمة، طيب انعكست الآية. خليك صريح، مش احنا الكبار نفس الشيء صرنا؟ احنا مش بالضبط، بنفهم. احنا الكبار نفس الشيء، بس هل هاي المشكلة هل هي ب إنه التنوع بالكتب؟ يعني أنا مرات كمان ككاتب أو كحدا مطلع، يعني لما كنت بروح على بشتري كتب، أنا بلشت علاقتي بكتب الأطفال لأني أنا بحب الكتب، فعلاقتي مع كتب الأطفال بلشت إنه أنا بدي أشتري كتب لابن صاحبي، فدائما كان في عندي بشوف الكتب الإنجليزية أحلى، يعني جذابة أكثر، الأجنبية عموما أكثر من الكتب العربية، فكانت بتشدني أكثر. صح، يعني لفترة من الفترات، يعني أنا هلأ بعد ما صرت بكتب وصار في صرت مطلع على دور النشر العربية، بس إذا بنحكي على دور النشر العربية يمكن حديثا تطورت أو صارت مختلفة، فبس لهلأ في ليش دائما الأطفالنا بنشدوا للكتب الأجنبية، إيش السبب؟ هذا السؤال كثير مهم ومنيح اللي قلت انه على انه عندنا صار في هلا احنا كتب عربيه. بحب أكد مرات كثير، لانه لسه في ناس بيقولوا ما في كتب عربيه وكتب بالضبط اجنبيه احلى، وانا بنفي هذا. بقول في كثير كتب، طبعا في لسه في عندنا كتب اخراجها سيء ورسوماتها والمفهوم زي ما هلا عم نحكي من قبل، ولكن في نشر كثير عم تطلع في أنحاء مختلفة من العالم العربي، في لبنان، في الإمارات، في الأردن، فلسطين، اللي عم بيشتغلوا شغل كثير منيح، عم تطلع كتب يعني تدخل تترجم للغات أخرى. صارت كنا قبل إحنا نترجم اللغات، بس هلأ صاروا دور النشر الأجنبية تاخذ من كتبنا، وهذا بدل على إنه وصلنا لمستوى معين. هلا هذه النقطة كثير مهمة يا زلمة، وكنت يعني من قبل كمان كانت أكثر، الحمد لله صاروا يعني الأهالي يهتموا بالكتب العربية أكثر. صح بتلاقي في ناس كانوا بيحكوا قدام أولادهم كمان. أولا في عندك كثير في ناس بيحكوا مع أولادهم باللغة الإنجليزية، بخاطبوهم كل محل زي ما أنت عارف، فهاي صحيح اللغة صارت اللغة الأولى. طبعا الأولاد بدهم يفضلوا إذا ما بيحكوا بالبيت إنجليزي بدهم يفضلوا الكتب الإنجليزية، مش بالضرورة يعني لأنها بس أفضل. طبعا كمان بدك تاخد بعين الاعتبار إنه الأهالي بعض منهم، بتذكر في بعض المعارض أكون أنا واقفة، بتيجي أم تحكيني قدام ابنها أو بنتها تقول لي أنا ابني ما بحب يقرأ عربي، كتب العربي ما بتعجبه، ما بحب يقرأ عربي. طب ما الطفل عم بسمع أمه عم تحكي هيك، بتحكيها تقريبا بتفاخر إنه هو ما بحب يقرأ عربي، هو بس بده كتب إنجليزية، يعني هو مستوى ثاني. أعلى بالضبط فهذا كتير بيأثر،
على نظرة الطفل، الأطفال للكتاب العربي ولنظرتهم. هلا عندنا نقطة ثانية اللي هي كمان بتهمني أنا كثير، إنه في كثير مكتبات يعني، مش لأنه ما عندناش مكتبات كثير، بس مكتبات مثلا بتفوت عليها بتلاقيها كل الكتب بالإنجليزي والكتب العربي جاي بمكان مش ما إله مش كثير ظاهر. أهمية يعني، مش معروض بنفس الطريقة. طب هذا صحيح. ايش عم نحكي احنا لما اطفالنا بفوتوا على مكتبة بلاقوا انه كل الكتب حواليهم الحلوة ومعروضة بشكل هي اجنبية، بعدين بدهم يفتشوا، يفوتوا لجوا يفتشوا على الكتب العربية. فهذا كمان للأسف بأثر على نظرة، واللي هو احنا عم نعطي رسالة للاوعي عند الأطفال وعند الأهالي إنه هدول أهم، هدول أحسن من الكتب العربية، عشان هيك الكتب العربية حاطينهم مكان مش كتير واضح ومبين. وبحب أذكر في مكتبة الحكواتي، يمكن كثير من الأهل بتذكروها، كانت هذه المكتبة من أول المكتبات اللي احترمت الكتاب العربي للأطفال، وكانت تجيب كتب من أنحاء الوطن العربي وتعرضه بشكل يعني حلو وبمقدمة المكتبة. هذا مهم كمان وبأثر صحيح. على نظرة الناس للكتاب العربي ونظرة الأطفال نفسهم. طب هل كناشرة وككاتبة بتشوفي إنه كتابنا في العالم العربي لسه بحاجة إنهم يوصلوا لهالمستوى من الكتب الأجنبية من نواحي مختلفة أو الرسامين؟ يزن هم بدوا كتير قبلنا يعني، احنا بالأردن شوف بدينا لما أنا بديت زي ما حكيت هذاك اليوم بالاجتماع بأواخر السبعينات كانت لسه بادية. طبعا ما عم بحكي على قبل، بحكي على الوقت الحديث يعني، في قبل كان في كتاب، ما بدي أقول ما كانش فيه، بس بهداك الوقت اللي أنا بديت فيه ما كان في مطابع بتطبع على كتب الأطفال بالألوان، كان لسه كلياته بادي جديد مكلف، ما كانش في عنا الرسامين والديزاينرز واللي بتحتاجهم لصناعة النشر. فلما بتحكي على بلدان زي بأوروبا ودول اللي عندهم سنوات طويلة عندهم بادين وعمالهم بجربوا وبعملوا، أكيد هذا بخليهم إنه تكون الصناعة تبعتهم متقدمة. من ناحية المواضيع يعني في عندهم كان مجال، لأنه عندهم كم أكبر من الكتابة، فعندهم كمان نوع من المواضيع والتوجهات المختلفة اللي إحنا ماشيين هلأ فيها. أتذكر قابلت ناس بفرانكفورت بمعرض فرانكفورت، وهلأ بتذكر شو قالت لي وحدة ناشرة، قالت لي نيالكم، بقول لها ليش؟ قالت لي لأنكم أنتم بالعالم العربي هلا كل شيء جديد كله عم تبدو هلا، احنا صار هلا عندهم صراع، احنا كل شيء بنحصل عليه عم بيطلع لنا كتاب جداد، افكار جديده، كتب صحيح. جديده، فيعني لها وجهه نظر. طيب عندي هيك فضول أعرف، بما إنك يعني حضرتك ما شاء الله لك من 78، وأكيد مر عليك كتير مدارس، خاصة من المدارس اللي حكينا عنها هلأ أو ذكرناها. هو إشي مش سيء أكيد إنه يكون في عندنا مدارس انترناشنال وبتعلم نظام أمريكي أو نظام بريطاني إلى آخره من الأنظمة الموجودة عندنا بالمدارس. لما تروح لأنه كتب دار السلوى وكتبك تحديدا عم تتدرس وعم تدخل بالمناهج التعليمية لمختلف الصفوف الدراسية، لما تروحي على مدرسة مثلا فرضا انترناشنال بتدرس نمط معين وتقرأي قصة بالعربي، كيف بكون تفاعل الأطفال مع النمط العربي؟ بعتمد على لما بتختار انت القصه، بعتمد على القصه وكيف بتقدمها، انت بتعرف هذا كثير منيح يعني. اذا انت حسيت بالطلاب وقدمت لهم اياها يعني، ما بصير الموضوع انه والله لا هذا مش هيك. تجربتي كانت انه بوزيتيف زي ما تقول ايجابيه يعني، إيجابية. لما بروح على هاي المدارس وبقرا لهم القصص ما عمري واجهت مشكلة بأنه هم رفضوا لأنه كتاب عربي، لا. أها.
ولأن عادة نعمل فيها أغنية ولعبة آه وتمثيلية ومسرحية، يعني بحبوا هو كل بيعتمد على أداء الشخص بقراءة القصة نفسها، على الحدث نفسه. يعني بتشوفي إنه اللغة العربية صعبة على معظمهم، أو على ومرات إحنا بنصير نحكي حتى إحنا ككبار. يعني أنا كنت بورشة قبل إلي 3 أيام، ومنترجم نصوص من الإنجليزي للعربي، يعني ترجمة قصص. فأول إشي كنا مستمت أنا شخصياً استمتعت بالأفكار اللي كنت عم بشوفها، لكن في نفس الوقت وأنا بترجم كان في مشكلة إنه لغتنا شوي فيها كثير من المعاني أو المفردات، غنية بالمفردات، وهمنا كان إنه كيف نختار المفردة المناسبة والملائمة للعمر اللي القصة موجهة إله. فهل ممكن إحنا ككتاب مرات بنبالغ في اللغة، يعني بنختار مفردات صعبة على الطفل، ولا مهم إنهم يتعلموها؟ طبعا لازم طبعا لكل مرحلة لها شيء معين، فإحنا بصيرش نفرجي عضلاتنا اللغوية للأطفال الصغار، نفرجيهم قد إيه لازم أول إشي نكتب للأطفال بلغة بيقدروا هم يفهموها وقريبة كتير، خصوصا للمرحلة الأولى قريبة كتير من العامية، تكون يعني فصحى، ولكن نختار عندنا خيار بين كلمتين، واحدة أسهل من الثانية بنختار الأسهل. ما في مانع إنه ندخل كلمات صعبة مثلا للصف الأول ابتدائي، بدك تقول لهم إنه هو زهق، فبتقول له ضجر ضجر أو الملل، ف معليش لأنه هذا رح يفهمها من سياق القصة، وطالما صحيح. إن هي كلمة إذا بيكتشر كلمة أو كلمتين ورح تنفهم من سياق القصة، وبالعكس رح يمكن يستخدمها في مكان آخر يشوفها ويحفظها هذا مناسب. وطبعا كل عمر بتقدر تزيد هذه الكلمات والأشياء اللغوية اللي بتصير أصعب تقدر تستخدمها. هلا طبعا عندنا مشكلة الفصحى واللغة العامية خصوصا. هلا صار في قصص بالعامية نعم منتشرة. هلا بدت في كم من دار نشر، في انا بعرف دارين نشر اللي بدوا بمصر وبفلسطين وطلعوا كتب بالعامية المصرية وبالعامية الفلسطينية زي ما تقول قصص مصورة. هلا في ناس كتير هاجموها وقالوا إنه هذا ما بصير وضد اللغة، هي الموضوع صعب وشائك والناس ما بيتفقوا عليه، ولكن أنا بقول إنه شخصيا بقول هو زي احنا الطعام اللي بنقدمه للأطفال، أحيانا نسمح لهم ياكلوا تشيبس ونسمح لهم ياكلوا كيك وآيس كريم وكل هاي الشغلات، هو مش بس خضار والأشياء اللي بنعتبرها احنا مفيدة، هي صح. والكتب والقصص نفس الشيء. فالأهل عندهم الخيار إذا حابين وبرتاحوا إنه أحيانا يجربوا هذا، قد يكون هذا مدخل لأنهم يحبوا زي ما يعني الناشرة نفسها عم بتقول، مدخل إنهم يحبوا الكتب إنها تقرأ، خصوصا هي كتبتهم لأطفال عايشين برا في الخارج، ممكن يبدوا بالعامية شوي شوي يدخلوا للكتب. للفصحى ذكرت مرة كنت عم بعمل قصص وبحكي، لأني أنا كمان بشتغل كحكواتي، فكنت بحكي قصة من كتاب وبحكيها على الأونلاين، يعني فبوقت الحجر الأول بشهر 3. فبتذكر إجاني كومنت من أم، فكانت بتحكي لي يفضل إنه تحكي القصة باللغة الفصحى. فأنا هيك أنا كل هدفي من الموضوع إني أحكي القصة، فأنا بقرأ صح وبعدين الكلمات بالكتاب أو الجمل بالقصة، وبعدين بحكي مع الأطفال بلغتهم. فكان في هذا النوع من التعليق إنه لا، لازم تحكي القصة باللغة العربية الفصحى علشان الأطفال اللي كانوا بدهم لازم يسمعوها بالفصحى. بس التغريد أنا كان في راسي سؤال في البداية كنت بدي أسأله، بس هلأ ممكن أني أسألك إياه. إحنا في هالسنة
كل ما تشوفي حدا بسألك كيف هالسنة، كيف الكورونا، كيف اللي مش عارف شو. بدناش نحكي عن الكورونا أبدا ولا بدنا نحكي نقيم السنة، بس أنا حابب هيك أعرف تغريدة النجار كيف بتعرف حالها ب 2020؟ كنت بعرف حالي شو السؤال الصعب يا زلمة. شو في تحولات يعني صارت؟ هل صارت مختلفة بنمط تفكيرها، بأسلوب قراءتها، بتفكيرها، بالقصص اللي ممكن تكتبها تنتجها؟ هل اختلفت غريب النجار بال2020 عن السنوات الماضية؟ بصراحة أنا لأني حياتي ما كثير تغيرت، يعني أنا بشتغل معظم الوقت بالبيت، مكتبي ببيتي، أها. فكوني بالبيت يعني لما صار الحجر بطلع مرة مرتين بالأسبوع، ما مش كثير إلا إذا أنا سافرت ورحت محلات، هذا اللي بستفيده أها السفر. أوكي. ولكن الحياة اليومية اللي أنت عم تحكي عنها، فخلال الحجر استغليت الوضع اني قريت كثير كتب اللي انا كنت شريتهم من ما تعرف، تروح على معرض بتشتري لك صفة كتب هيك وبتحطهم بتقول بدي اقراهم، بعدين بضلوا بتختار واحد كانت فرصة انه هدول الصفطات الكتب هقرا القصص الروايات اللي كنت شريتهم واستفيد منهم، وكمان لقيت انه الوقت بقدر انه اكتب، فكتبت اكثر. حاولت يعني قد ما بقدر انه اخلي حالي بفقاعة، أها احمي حالي من العالم الخارجي، لانه العالم الخارجي غير الكورونا واللي عم بيصير فيه كان مزعج جدا يعني. فاذا انت بتخليه يدخل على وجدانك زي ما بتقول، ما بتقدر تعمل شيء، بتصفي انك عندك طاقة سلبية كتير داخلك. حاولت انه احول هذا الوقت كلياته لاشياء اللي انا علي عندي كنترول عليها، يعني بقدر أتحكم فيها. هل بتشوفي تغريدة النجار الكاتبة رح تتحول للديجيتال؟ وين رحت؟ سوري، هل طلعت بتشوفي صوت. تغريدة النجار الكاتبة رح تتحول كتبها للديجيتال؟ بتشوفي هذا الإشي؟ بتتوقعيه أو هلا حبيته مش والله حبيته؟ كل شيء صار ديجيتال يا يزن، يعني هلا بقول لك زي ما حكيت لك قبل ما ندخل على الهواء، يعني اليوم 3 4 مرات دخلت وطلعت ودخلت وطلعت محلات مختلفة، عندي برنامج كامل صحيح. بقطر وبالسعودية وما بعرف ايش، يعني زي كأنه العالم كلياته عم بتحول لشيء ثاني يعني، واحنا عم نتأقلم مع هذا الموضوع. بالنسبة للديجيتال الكتب والهيك ضروري طبعا احنا نمشي بهذا الموضوع، ولكن بالتزامن مع الكتب الورقية. انا لسه يعني بحب بحزن كثير لو الكتب الورقية رح تتأثر من كل هذا اللي عم بيصير. زمان لما اكتشفوا او لما طلع الساتلايت كانوا بيحكوا انه خلاص في مرحلة راح تروح الراديو. مظبوط. لما طلعت بلشت الويب سايت والمواقع صاروا يحكوا راح تروح السينمات تتذكر. الجديدة. كل إشي حكوا عنه راح يروح، ومع هيك التعلق الناس بالكتاب ويمسكوا كتاب لساته موجود. بس هل ممكن يستمر هذا الوضع، ولا بتشوفي كيف بتشوفي المستقبل تبع الكتاب كناشرة، خلينا نحكي، أو صاحب أنا الكتب؟ بتخيل خصوصا للأطفال، الأطفال الصغار راح يضل الكتاب الورقي له مكانة يعني للصغار، خصوصا مش نفس الشيء لما تطلع على ديجيتال، حتى بيكتشر بوك كتاب مصور مش نفس الشيء زي ما تمسكه بإيديك كتاب ورقي. بس يمكن لأكبر عمره شوي شوي راح يصير أكثر، وللروايات راح الكفة راح ترجح للديجيتال، بس راح يضل في ناس بحبوا الورق. فإحنا لازم نلعب على كل الأصعدة كناشرين، نعرف نوازن، ما صحيح. بصير إنه نقول لا أنا بحب الكتب الورقية ما بدي أدخل ديجيتال. عمرك صارحتي حالك وحكيتي أخ لو إني ما كتبت هاي القصة، أو هاي القصة ما بحبها، أو بتشوفي إنه يا ريتني لو كتبتها بأسلوب تاني؟
في قصة واحدة أنا كثير من القصص مثلا كتبتهم قبل وقعدت نشرهم، إلا قصة واحدة اللي هي كانت قصة ناجحة وحبيتها كثير، بس بعدين ألمتني، اللي هي هدية جدي، لأني كتبتها على الانتفاضة، وبعدها كانت قصة ناجحة وظلوا يقولوا لي أعيدي نشرها أعيد نشرها، بس كان يألمني إني أعيد نشرها لأنه الوضع ما تغيرش بعد 10 سنين، الوضع السياسي، فبين نوع من يعني السخافة إني أضلني أحط موضوع بهذا بنفس الشكل وللأطفال كمان، فهذا هذا الموضوع أثر فيه. ست تغريد، إيش رأيك في القصص اللي بتكون للأطفال بس اللي بيكون فيها مشاعر؟ مرات بتكون فيها مشاعر حزينة، مرات بيكون فيها قصص مؤلمة، ممكن يكون فيها، يعني اليوم كنا عم نتناقش في قصة من القصص ورد فيها، أو كان أنا كنت بدي أحط فيها كلمة بشع أو بشعة، فكان في اعتراض إنه مثلا إنه لا، هاي الجملة غير مستلطفة ومش كثير مفضلة من دور النشر. أو مثلا بكون في قصص فيها، لأنه أنا كمان بحكي قصص شعبية، فانتبهت إنه معظم القصص الشعبية فيها أميرة أو بنت حلوة أمها ماتت وهي بتولدها، وبعدين مش عارف إيش صار فيها. أو فهل بتحسي هذا النمط من القصص حلو إنه نشتريه لأطفالنا ونتداول هاي القصص بيننا، أو عادي إنه يتعرض الطفل لهيك مواضيع؟ لازم نكون يعني ننتبه جد كثير للكلمات اللي مستخدمة في الكتب وللصور النمطية، يعني أنت إذا بتحكي عنا القصص الشعبية إحنا مش كثير كلها مناسبة للأطفال، في منها حلوين وبنقدر إنه نحولهم، بس أبداً أبداً ما بصير ناخذهم زي ما هم ونقدمهم للأطفال، لأنه على وقت ما هم كانوا ينكتبوا القصص الشعبية ما كانوا للأطفال، كانوا للعيلة، كانت العيلة كلها تقعد، فبتلاقي من كثير حلو. من قصصنا، يعني أنا كنت عم بطلع عليهم بتلاقيهم بيحكوا عن الزواج والطلاق وأمور للكبار، يعني مش نتطرق فيهم للصغار، لازم كثير ناخذ بعين الاعتبار هذه الأمور وكيف إنه نتوجه ل جهات مختلفة أنا بحساسية أكثر. أنا بلفت نظري بأسلوبك وقصصك، خاصة آخر مجموعة يعني طلعت، اللي هي جاد وتالا. أنا لما قرأت منهم، يعني مش كلهم قرأتهم، بس قرأت منهم أجزاء كثير، كنت أشوف حالي فيهم وأنا صغير. فحتى النمط، حتى مثلا وطار العصفور مثلا، أنا بتذكر هاي القصة حصلت معي وأنا صغير، في الأم اللي بتمرض لما أروح عند الدكتور. فهل أنت بتتعمدي إنك تكتبي قصص مشابهة لواقع الأطفال، ولا هي بتطلع معك بالصدفة؟ لا بتعمد، هذه السلسلة هي في مرحلة من الأعمار تبع الأطفال بحبوا القصص الواقعية اللي بتتماهوا مع شخصياتها زي ما أنت بتحكي، فبالنسبة لهم جاد وتالا بتشبههم يعني، وكمان جود إذا بتتذكر قصص صح، جود، سلسلة جود، صح. بتذكر في قصة ليس بعد اللي هي عن بنت، وانا طبعا اخذت هاي القصه من بنتي لما كانت صغيره وكانت ما تحب تعمل واجباتها ودائما اجلهم، فقد ما صار معي قصص معها طلعت بهذه القصه، بتذكر وانا بقراها بالمدارس اجاني ولد صغير بعد ما خلصت القراءه اللي هي عن للي ما بيعرف القصه، عن بنت عن جود كل ما امها بتسالها خلصتي واجباتك بتقولها ليس بعد، بعدين بتتذكر لازم تعمل شيء بتروح تبرق اقلامها ليس بعد، بتغسل ايديها ليس بعد، بتروح على الحمام تشرب، يعني زي ما احنا كلنا بنعمل لما بدنا ناخر نعمل شيء، فمن بعد ما خلصت القصه اجاني ولد وشوشني الثاني قال لي ايش عم تكتبي عني؟ فهذه ضحكتني كثير، بس هي اظني بتفسر اللي انت عم تسال عليه،
اللي هو معظم القصص بكون حادثة مرقت علي، مثلا طار العصفور هي قصة حقيقية صارت معي، انه في عصفور احنا قاعدين بالحديقة عنا، وقع العصفور من العش، من ما شفته خبط بالأزاز يمكن ووقع على الأرض. فصارت القصة هاي، وعادة لما بصير معي بتكون القصة حقيقية، من بعد ما انتهي من قراءة القصة بقرا بحكي للأولاد وبفرجيهم صور على من وين استوحيت القصة. وأحيانا هم بحبوا القصة الحقيقية أكثر من القصة اللي بالكتاب، بنبسطوا يشوفوا إنه حقيقي، يعني كان في عصفور بفرجيهم صورته وكيف حطيته بالصندوق على البرندة عندي، وبفرجيهم الصحن الصغير اللي حطيت له فيه أكل، بستمتعوا بهذه الأمور. طب في أسئلة، في 4 أسئلة، في حدا أشرف زي كأنه مش عارف، فاتن زيادة تحكي مساء الخير، مساء الخير شكرا على أهلا اللقاء، فاتن. أنا قارئ نهم لكن ابنتي التي تبلغ 9 سنوات تقرأ بطريقة مزاجية كما أنها تفضل أن أقرأ لها حيث أنها تتفاعل معي إذا قرأت لها، مع أنها بتقرأ لحالها، بحكي لك يعني مع أنها هي بتقرأ لحالها بس هي بتتفاعل أكثر لما هو يقرأ لها وهي عمرها 9 سنوات، مع العلم أنها تملك مكتبة وتختار الكتب حسب اهتمامها، إحساسي أنها تنتبه للصور ولا تقرأ وتميل للكتب القصيرة المصورة، كيف أشجعها على القراءة أكثر مجرد الانتباه للصور؟ سنين يعني صورة بالصف عمرها 9 سنين، بالصف الرابع. بالصف الرابع، نعم. هي إذا بتحب القصص قد يكون السبب إنه هي كتير حابة العلاقة هذه اللي الخاصة بينها وبين والدها، إنه يقعد جنبها ويقرأ لها. صح وكلنا بنعرف من أولادنا إنه أحيانا هم بضلهم حابين يحافظوا على هذه العلاقة. فممكن الوالد إنه زي ما قلت يعني شجعها شوي شوي. إذا هي هلأ عم بتفضل القصص المصورة بركن قراءتها بطيئة، علشان هيك هي بتفضل إنها تسمع القصص. وما في مشكلة إن تكون قراءتها بطيئة. إيه ما يعني لأنه تكون بطيئة ومتعبة بالنسبة إلها لتخلص رواية كبيرة. الأب عم بيسأل ليش ما بتقراش الروايات الأكبر، صحيح. فعشان تصير قراءتها سلسة أكثر أولا يستمر في القراءة إلها، لأنها هي بحاجة كمان عاطفية لهذا الموضوع. ثانيا يخليها تشارك هي وياها، أقول لها مثلا أنا بقرأ هاي الصفحة، أنت اقرأ هاي الصفحة، أنا بقرأ هاي الصفحة. بعدين من القصص المصورة يختار كتاب مثلا تشابتر بوك، خلينا نفرجيه كتاب زي زفونة مثلا. زي زفونة. هاي سلسلة من سلسلة هذه دحمون مش الروايات اللي سلسلة احنا كتبناهم، الروايات المبسطة، صحيح. الروايات المبسطة اللي احنا كتبناهم علشان هذا العمر، اللي هم يعني ينتقلوا من الكتاب المصور للروايات المبسطة، واللي هي لساتها على نسق القصة المصورة، ولكن على كمان بتخليه يشوف كيف انها هي فصول، فهذه الفصول بيقدر يقراها كفصل فصل، وبنفس الوقت ما بحس حاله ابتعد عن القصص المصورة لانها هي جوا فيها رسومات زي القصص المصورة لساتها. بعدها ممكن انه ينتقل لروايات، وكيف يعملها انه يختار رواية يقرأ، هو يبدأ يقرأ بعد ما صارت يعني هو صفحة وهي صفحة، ممكن يقرأ فصل والفصل الثاني هي تقرأ، وبعدين شوي شوي وبدون ما يشعرها انه عم بيعمل هيك علشان يخليها تقرأ لحالها. مظبوط، ان شاء الله يزبط هذا إن الصبر شاء الله إن وتصير شاء تقرأ. الله. وبعدين يعني إذا هي بتحب الصور تتفرج على الصور، المهم تمسك كتاب. أنا بالنسبة إلي يعني مش غلط الواحد يمسك كتاب كمان إذا بيعجب الصورة أو بيعجب الغلاف، يعني بتخيل ما فيش مشكلة فيها. في سؤال ثاني أعتقد إنه جاوبنا عليه بس ما بعرف إذا في عندك عليه إضافة، من لوريس حداد، ما رأيك بالقصص الرقمية مقارنة مع القصص المطبوعة على الكتب المطبوعة؟ لأي أجيال تلائم الكتب الرقمية؟ وفي ذات الوقت الخبرة مع الكتاب غنية جدا ومختلفة.
هيك الكاتبيته، بس ايش لأي أجيال ممكن تناسب القصة الرقمية؟ القصة الرقمية يعني ممكن في كمان بيكتشر بوكس من عملوا كتب رقمية، ولكن ما في حاجة. إذا موجود القصص الورقية للصغار مثلا لعمر 6 سنين 7 سنين، من الأفضل الكتب الورقية. إذا في حاجة ممكن يكون يعني أحيانا خليط، إنه يعني معظم الكتب ورقية ولكن في قصة حلوة كتير موجودة رقميا، بيقدر يقراها الواحد رقميا ويستمتع فيها. حلو المهم القراءة. صحيح. في توت علي، بنتي عمرها 13 سنة تحب قراءة القصص، ولكن غالبا لا تجد المناسب لعمرها. مؤخرا صارت تختار قصص الجرائم والرعب الموجهة للناشئة، فهل لديكم بديل أو أسماء قصص ترشدونا إليها؟ مليان. اليوم افتحي وروحوا على معرض عمان، معرض جبل عمان الافتراضي، في كتير كتب من دور نشر مختلفة، في من دار السلوى، في كمان من دور نشر زي دار الياسمين، الأهلية، مدارك. أتوقع إنه في كتير كتب للناشئة. بس هذا السؤال بيقودني لسؤال يمكن راح يكون ما قبل الأخير، كيف صار موضوع كتب الناشئة معك؟ يعني تحول من الأطفال، هل هو تحول ولا هو احتياج للسوق إنه كتبنا كتب ناشئة، ولا هي أفكار كانت عم بتيجي وطلع معك الكتاب إنه هو ملائم للناشئة أو لليافعين؟ هو هذا الكتاب اللي هو طبعة رغدة، آه مميز الكتاب، كثير حلو على هذا فكرة. كان أول كتاب كتبته لليافعين، وبرضه لأنه كانت الفكرة تبعت الكتاب كنت أكتبها كقصة مصورة، ولكن اكتشفت إنه بدي أحكي أكثر على الموضوع، ففضلت إنه أسويها قصة لليافعين وكتبتها. طبعا كنت متخوفة جدا لأنه كانت أول تجربة إلي لكتابة، تعرف لما بيطلع الواحد من المكان الآمن اللي هو له عدد من السنين فيه بكون شوية متخوف، ولكن لحسن الحظ يعني كتير لقت قبول من الأطفال والمدارس اعتمدوها، وكانوا حتى وصلت ل جائزة كمان كمرحلة أولى فتشجعت. آه طب ثاني لا، قصة كتبتها السؤال هي ست الكل، هي عندي هون ست أفرجهم إياها، الكل كتاب على القصة حقيقية هي، صحيح؟ عن قصة حقيقية. واللي سألتني هلأ على لبنتها، هذه يعني مثل هذه القصص فيها مغامرة وفيها أها أكشن، وبرضه فيها الخلفية هي عن موضوع حقيقي، أها فممكن إنه بنتها تستمتع فيها بدل الرعب الأفلام الرعب والحرب اللي فيها. بس يمكن الأطفال الفئة العمرية هاي بيحبوا هيك كتب فيها الغاز، فيها سسبنس، فيها جريمة بدهم يحلوها، فيها النمط، هذا النمط من الكتب. يعني أنا بتذكر كنا نقرأ الغاز على أيامنا وهاي الأشياء، فممكن مظبوط. في سؤال. سؤال بنتي عمرها 13 سنة تحب قراءة القصص، ولكن غالب حكيناه، لماذا لا يكون هناك قوالب لغوية مدرجة الصعوبة عند القصص؟ بعتقد فيه، صحيح؟ في عندنا فيه عربي 21 بيحدد الصعوبة، صحيح، وإحنا في عربي كل كتبنا في عليها يعني هذا الشعار تبع عربي 21 اللي بيبين 21. نوعية الصعوبة. في سؤال من أروى، أروى بتحكي: ما هي الطريقة أو الأسلوب الأنسب لقراءة القصص للأطفال؟ أو ما النصائح التي من الممكن لتغريد النجار تقديمها فيما يتعلق بطريقة القراءة للأطفال؟ طريقة هي أولاً قبل ما نبدأ نقرأ القصة زي ما قلت لازم نقرأها إحنا نفسنا علشان نعرف يعني، ونختار قصة إحنا حبيناها، ونختار صحيح قصة إنها قريبة من طفلنا أو طفلتنا اللي بنقرأ لهم إياها. ولما نقرأها بمحبة ونقرأها بتفاعل إحنا زي كنا نشوف الطفل اللي داخلنا ونقرأها بهي الطريقة،
أكيد ابننا أو بنتنا رح يتفاعلوا معنا ورح تكون ناجحة جدا. صحيح. سؤال أخير، في عندك نصائح من خبرتك لدور النشر الفتية؟ بما أنه دار السلوى من ما شاء الله من سنة 1996، يعني عمر طويل من الإنتاجات المميزة، وأنا شهادتي مجروحة بدار السلوى، يعني دار السلوى تهتم بالتفاصيل التفاصيل ولا غبار عليها، فإيش في عندك نصائح لدور النشر؟ دور النشر يعني النشر هي الواحد بده يمرق بالتجربة وبده يتعلم من أخطائه وبده يبني عليها. أنا لما بديت دار النشر سنة 96 سجلتها وأنا عم بتأمل بالمستقبل، أقول يعني بس يكبروا بناتي بكرة بيشتغلوا معي وبس بيكون عندي دار نشر. بس عمليا كان دار النشر هو أنا، فكنت أعمل كل شيء، أنا كنت أكتب وأتابع المطابع وأحمل حتى الصناديق وأخذهم على أبصر وين بالسيارة ألف من محل لمحل. كنت أعمل كل شيء، ولكن بس كبرت بنتي لحسن الحظ إنه حبت هذا الشغل، لأنه أحيانا يمكن ما يعجبهم، يعني جربت صحيح أشياء ثانية صحيح ورجعت وكتير حبت هذا الشغل اللي إحنا بنعمله، فاستلمت دار النشر وأسستها مظبوط كدار نشر مع موظفين وكل هذا بده إدارة مختلفة يعني. في التغريد. نعم، تفضلي تفضلي. لا لا بدي أقول يعني مش عارفة شو بدي أقول نصائح عنهم، إلا إنه أكيد كل دار نشر، كل واحد يعمل دار نشر في عنده نظرة للأمور وعنده تصور للكتب أو للطريق اللي بده يمشي فيه، وبده يطلع أحسن كتب عنده من ناحية الأفكار والإخراج هذا اللي لازم أي دار نشر إنها تتميز بإشي معين. كمان في سؤال، أتوقع في سؤال عم بيسأله إذا في كتب إلكترونية متوفرة للأشخاص اللي بالخارج. أنا عندي الجواب، في كتب تقدروا تطلبوها من المواقع الإلكترونية، يعني موقع دار السلوى سريعين بالتوصيل، جبل عمان ناشرون هلأ في المعرض الافتراضي سريعين جدا بالتوصيل، كمان منصة كتبي بتقدروا تقرأوا عليها كتب إلكترونية، وفي كمان عليها قصص متنوعة من مختلف دور النشر، وموجودة بالصوت وبتقدروا تغيروا الصوت، وفي كتير برامج. لكن إذا كان في استطاعتكم أنكم تحصلوا على هاي الكتب الورقية، ودار السلوى تحديدا يمكن كمان في عندكم موزعين في كل العالم، صحيح؟ نعم زين في موزعين في كل العالم، فسهولة الحصول على الكتب. أنا عندي صديق من أمريكا طلب مني أرشح له كتب، وبعث ووصلوا الكتب بالسلامة، وهلأ عم بقرأهم لطفله. ست تغريد، أنا سعيد جدا جدا اليوم إنه تحاورت معك وشفتك، يعني هاي إشي مميز بالنسبة لي إنه صار معي خلال هاي السنة. شكرا كثير إليك، عم بحكوا لك شكرا كثير على هاللقاء المثري والمميز، بتأمل إنه كل اللي سمعوا اللي حضروا معنا اليوم استفادوا، واستفادوا من هالخبرة الحلوة ومن هاللقاء المثمر، وبتمنى تكون المعضلة انحلت أو قربت تنحل، ونشوف أطفال وبالغين وعائلات بتقرأ، صح والبيت اللي بيقرأ اللي أهله بيقرأوا، الأم والأب لما يكونوا هم عم بيقرأوا أطفالهم 100% رح يصيروا قارئين، رح ينعدوا ويتعودوا على الكتب. شكرا كثير للي كانوا موجودين معنا للحضور، بحب أذكركم بكرة على الساعة 8:30 المساء في لقاء مع ضيف جديد، واللي هي الأستاذة عبير الطاهر، كاتبة وناشرة من دار الياسمين، ومحاورة مختلفة راح تكون معها ضحى خصاونة. كمان في محاضرة عن الريادة والتصميم على الساعة 7، وبتقدروا تنضموا إلها من خلال اللينك يمكن اللي راح يطلع على الشاشة، أو تتابعوا صفحة جبل عمان الناشرون، وما تنسوا تزوروا معرض جبل عمان الافتراضي للكتب، خلي الكتب توصل لعندكم هاي المرة بدل ما إحنا نروح على المعارض. صح فريحونا جبل عمان،
وفي كمان كتب كتير وناشرين مختلفين وخصومات، أهم إشي الخصومات، كلنا بندور على الخصومات. فخصومات مميزة وكتب مميزة، محرزة محرزة كثير محرزة. يعني أنا شخصيا بدي أشوف لي هيك أكم من كتاب. ويعطيك العافية جميعا، شكرا، تصبح على خير. شكرا ست غريت، تصبح على خير، ويعطيك ألف عافية. شكرا كثير، تسلم يا زلمة، أهلين، استمتعت باللقاء معك. شكرا كثير، أنا فخور كثير، أنا فخور كثير، شكرا لك، شكرا، مع السلامة.